بدايتي كانت بالسرعه لان اخوي كان لاعب سرعات، فالكابتن سلطان قال لي لازم تلعب سرعه. في فئه الناشئين تم اختياري ضمن فريق المنتخب لاختراق الضاحيه. في سنه 2013 تم استدعائي من نادي الخور القطري للمشاركه في بطوله اتحاد قطر للانديه القطريه، والبطوله الثانيه هم كانت كاس الامير. طبعا هني لما رجعنا من مشاركه في انديه قطر، اهم كانت لي مشاركه خارجيه في سنه 2014 بدايه السنه، بطوله اسيا الصالات المغلقه، كانت في الصين في مدينه هانغزو. طبعا واجهنا صعوبه هناك بسبب التغذيه، صعوبه يعني كانت كبيره، يعني ما الاكل هناك في الصين شوي ما نقدر نصيغه، احنا عرفت كخليج وكمسلمين شوي صعب. فجلسنا تقريبا 3 ايام، شوي التغذيه كانت يعني سيئه جدا، فهذا اثر على مستوانا، اثر على يعني حتى على الجسم بشكل عام. لكن الحمد لله قدرنا ان نحقق، يعني قدرت احقق المركز الثاني، هم الشباب ما قصروا وحققوا ميداليات ملونه ثانيه. طبعا هم نفس الشيء، كان التجهيز ما كان تجهيز عالي كبير، ما كان في معسكر، وكذلك ما كان عندي مدرب يعني للمنتخب، ما كان في مدرب منتخب وقتها. وبعد الانجاز هذا الانجاز يعني هم فتح لنا باب ان نقدر نطالب بمدرب، وكذلك سرعه استجابه الاتحاد الكويتي لهذا الموضوع. وهني طلبنا بمدرب، وجانا مدرب البطل العالمي علي سعيد سياف من الجزائر. فكان باب خير اننا حققنا الميداليه الفضيه في هذه البطوله، حققتها، واخوي عمر رشيد حقق في 1500 ميداليه البرونزيه. فهذه الميداليات فتحت لنا الباب ان نقدر نطالب مدرب، والحمد لله تمت ان جابوا لنا مدرب من الاتحاد الكويتي. ومن بعد بطوله اسيا رجعنا الكويت، وكانت في بطولات محليه كويتيه، وكانت تقريبا من اهم البطولات المحليه بالنسبه لي، لاني كنت تقريبا اول ذهبيه في سباق 800 متر، لان كان عندي منافس اللي هو محمد العازمي، بطل كبير محمد طبعا، وكان دائما هو يفوز بالسباق، لكن الفتره هذيك كنت افوز عليه يعني بال 800. فهذه كانت يعني مهمه بالنسبه للبطولات المحليه في سنه 2014، لاني حققت فيها ذهبيه في سباقين 1500 و800 متر. فهني بدايتي يعني مع الذهبيات المحليه على مستوى الكويت يعني. فطبعا يعني من 2014 الى ما بعد من مواسم حققت يعني ذهبيات كثيره، من بعدها عاد يعني استحوذت على سباق 800 متر و1500 تقريبا، فكنت دائما احقق فيها ذهبيات. فهني يعني الطموح صار اكبر ان نكون يعني خارجيا نحقق انجازات اكبر. ففي 2017 بدينا طبعا في اختراق الضاحيه في الشارجه، كان حققنا كمستوى جماعي على المركز الثالث، وكان يعني كانت في معسكرات كثيره في سنه 2017، وهذا سبب عائد كبير للاعبين المنتخب ومنهم انا شخصيا. لأن في 2017 كانت في بطولة الخليج شهر 4 استضافتها المملكة العربية السعودية، فكان في سباق 800 متر، وكان في يعني كان سباق صعب للأمانة، وكنت بادي تحضيري مع الكابتن سلطان الطيري، وكان عندنا معسكر في البحرين قبلها، فكنا جاهزين لهذا السباق، وكان قدامي تحدي صعب إني أحقق الذهبية. والحمد لله قدرت يعني اجتاز هذا التحدي وحققت المركز الأول في بطولة الخليج في سباق 800 متر بدقيقة 49، كانت منافسة مع لاعب قطر ولاعب بحرين لأنهم كانوا مرشحين للذهبية، لكن الحمد لله قدرت إني أخطفها منهم الحمد لله. من بعد بطولة الخليج هم طلعنا معسكر تركيا، فكان الوقت شوي ما في، الحسنة إنه ما في وقت إنك ترجع الكويت وتتدرب لأن الكويت الجو حار. فالمنتخب تدارك الوضع، الاتحاد الكويتي تدارك الوضع هذا، فعلى طول طلعنا معسكر لتركيا لتجهيز بطولة آسيا، كانت في الهند في شهر 7.
طبعا في بطولة آسيا حصلت مواقف كثيرة. في التصفيات لعبنا التصفيات على اساس اني اتاهل النهائي، صار احتكاك بيني وبين لاعب ايران فحاشني بضربه هني فاخرني، يعني بنج الجسم كامل فتاخرت، فطلعت تقريبا ثالث. فمن بعده على اساس كنا نترقب اذا اتاهل نهائي ولا ما تاهل، يعني كنا ناطرين النتيجه انا والمدرب، لكن الحمد لله تاهلت وكنت اخر المتاهلين. فاللي يشوف ابراهيم انه اخر المتاهلين يقول انه صعب ينافس، يعني بعيد عن المنافسه اني اخذ مركز اول او ثاني او ثالث، لاني كنت اخر المتاهلين لظرف الاحتكاك اللي صار بيني وبين لاعب ايران. وهم من المواقف اللي صارت قبل النهائي، يعني كانوا جالسين مدربين كبار مثل سعيد عويطه ومدرب بحرين كان جالس ومدرب منتخب السعودي، فيسالون المدرب سعيد عويطه والبطل العالمي ان منو ترشح لسباق 800 متر. هني تدارك الموقف الكابتن سلطان الطير، يعني هذا الموقف حتى ما سولفت فيه لحد، لكن تدارك الوضع وخذاني وقال لي اصعد خذ روح الغرفة نرتاح شوي، ما يبيني اسمع الاجابة على اساس ما تأثر علي نفسيا، لان الاكيد انه ما راح يرشحني لاني انا مثل ما قلت اني اخر متأهلي. فخذاني قال لي، فانا حسيت بالشيء هذا، فقال لي ان شاء الله انت باكر بالسباق راح تكون افضل لاعب ان شاء الله بالسباق. فكابتن سلطان كان مو بس مدرب، كان هم معد ذهني للاعب صراحة. ففعلا مرينا هم، كان عندي بعد زميلي في نفس الغرفة عزيز قرانيس، فقال لي ما تدخل الغرفة باكر الا معاك الذهبية، مفتاحك الذهبية باكر. فالشعور هذا والحافز هذا والدعم هذا النفسي الكبير أثر على إبراهيم صراحة. فجت البطولة وجاء وقت البطولة سويت الإحماء وجهزني ذهنيا ونفسيا وكل شيء الكابتن سلطان الطيري. فدخلنا المنافسة مثل ما قلت، كنت بعيد عن المنافسة وكان السباق يعني تكتيكي بحت، يعني بعيد عن الرقم، والحمد لله قدرت في تكتيك معين اني افوز واخطف الذهبيه بالفنش الحمد لله، وكسبت الرهان يعني. ومن بعدها عاد تواجهت انا والمدرب سعيد عويطه، نفس الكلام وهو قال انا كنت مستبعد اني احطك من ضمن المرشحين للميداليه، لكن ركضت ركضه كبيره وتكتيك كبير، يعني تكتيك لاعب مستوى عالمي، فاثنى على هذه الركضه الحمد لله. من بعد ما حققت ذهبية آسيا تم اختياري اني اتاهل بطولة العالم في لندن 2017، والحمد لله كانت تجربة كبيرة، هني اول بطولة عالم لابراهيم، فكانت تجربة كبيرة صراحة، وقدرت من خلالها اني اتاهل سيمي فاينل، يعني هذا اللي ما كنت متوقعه، انك توصل نصف نهائي بطولة العالم هذا شيء كبير وانجاز كبير، يعني ما حد يعني هذا اكبر انجاز وصلوا لاعبين العاب القوى عندنا في الكويت اللي هو التاهل نصف نهائي. والحمد لله قدرت اني اتاهل، ورغم الضغط الكبير انك كنت قاعد تلعب مع ابطال عالم وهذا، لكن كان احتكاك ايجابي واستفدت منه شيء كبير. من بعد بطوله العالم كانت هناك بطوله ايران، في بطوله اسيا في ايران 2018، والحمد لله هم حققت فيها برونزيه اسيا، ومن بعدها كانت في بطولة قرب آسيا في الأردن في شهر 8 هم كذلك. هني بدايتي كانت مع المدرب حمو بوكيلي من المغرب في 2018، فكانت هذه أول بطولة لي معه، حققت الفضية في قرب آسيا 2018. ومن بعد رحت عاد 2019 بطولة آسيا، يعني هذه بطولة آسيا الدوحة شوي كانت من أعز الميداليات اللي، يعني لأني كنت جاي من إصابة وما كان في وقت، يعني مشاركة ما كانت متوقع أني أشارك أو لا، ولذلك طلب مني رئيس الاتحاد أني أشارك رغم أن المدة كانت قصيرة، لكن استجبت لهذا الطلب والحمد لله، يعني طلعت معسكر لندن خلال 20 يوم، جهزت حالي جهزت نفسي وحاولت أني ألحق كثر ما أقدر،
رغم ان المنافسه كانت كبيره يعني في هذه البطوله، مرشحين كانوا لاعبين قطر للامانه، لانهم كانوا لاعبين في امريكا وكانت ارغامهم قويه، وكانوا قبلها معسكرين في جنوب افريقيا، فكانوا مرشحين يعني مثل عبد الله ابو بكر، مثل جمال حيران، مثل عبد الرحمن بن سعيد، كانوا مرشحين، واللاعب الهندي كذلك صاحب فضيه العاب الاسيويه في 2018. فهذولا كانوا مرشحين وكانوا جاهزين اكثر من ابراهيم، لكن مثل ما قلت لك الحمد لله قدرت اني الحق بالفتره هذه القصيره واني احقق المركز الثاني، وجاء طبعا بصعوبه يعني، وكان السباق رتم سريع يعني انتهى في دقيقه 44. دائما الدقيقه 44 هذه ما ينتهي فيها الا سباقات عالميه كبيره وملتقيات دوليه كبيره. فالحمد لله قدرت اخطف الميداليه الذهبيه في هذا السباق الكبير، ويعني تعتبر من اعز الميداليات يعني لنظر صعب الظروف اللي عشتها في هذه البطوله. طبعا احنا الموسم القادم موسم حافل بالبطولات، عندنا بطوله اسيا داخل الصالات المغلقه، عندنا بطوله العالم، طبعا التركيز ان شاء الله راح يكون على بطوله العالم باذن الله، يعني نسعى اني احقق فيها يعني مستوى كبير ونتاهل لها باذن الله، ونكون عند حسن ظن الاتحاد والمدرب والكويت باذن الله.